تقرر ان ابنك قصير وطوله متاخر؟ من سن 14 سنه 15 سنه في السن ده هو تقدر تقرر ان هو طويل ولا قصير او جسمه وقف النمو على قد كده وخلاص. يعني بعد سن من 10 سنين كده 15 سنه ده لما يكون بيبقى عمليه وراثه اساسا قصير وبيبقى عمليه وراثه. فانا سالت في كذا مره ما قالك لا العقله بتطول ولا اي علاج بيطول، لو طولته بالعلاج بيبقى يعني حمل على القصبة بتاعه القلب، فعشان كده بيبقى يبقى ضعيف، قصبه القلب ضعيفه، عضله القلب ضعيفه، فهو تبقى عمليه وراثه. يعني على حسب الدكتور، يعني انا ممكن مثلا عند سن مثلا 15 سنه ولا حاجه لو ما طولش الطول المناسب زي زمايله طبعا اظن هشك فاروح للدكتور. يعني من اول سنه ونص كده هبتدي بقى، لا وبرده اسال الدكتور، انا بتابع سنه ووزنه مع الدكتور في خلال سنتين ثلاثه، ولما اشوف مثله بيطول وهو لا. لا والله ما اقدرش بقى اتصرف، دي حاجه بتاعت ربنا يعني، خليت عادي يعني اعمل فهم في الايه، هيلعب عقله بقى ولا يشيل حديد لما يجي سن البلوغ اعتقد. يعني كده اللي انا اعرفه يعني.